الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بين. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. تحب نورك ليل الظلمة، تغمرنا بغفران ورحمة. تحب نورك ليل الظلمة، تغمرنا بغفران ورحمة. كل ما هموم تبرد همه، ظلي ناجيك بهالكلمة. كل ما هموم تبرد همه، ظلي ناجيك بهالكلمة. يا رمضان كل منى قلبي ورجاه، قرب الله ونيل رضاه. كل منى قلبي ورجاه، قرب الله ونيل رضاه. يا رمضان يا رمضان، شهر الطاعة والإيمان، شهر الطاعة والإيمان. شارك للرحمة الرحمن، يشهد تنزيل القرآن. جئت وجبت الخير وياك، شهر الله يا رمضان. يا شهر الرحمة والغفران، لهفة وشوق نظل نريده، ومن ترحل نتمنى نعيده. بلهفة وشوق نظل. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي أحبتي إخوتي أخواتي، جميع من هو الآن جالس على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام، وفي هذا السحر الجديد من أسحار شهر رمضان الكريم، حياكم الله. وإن شاء الله يا رب يكون هذا الشهر هو بداية وانطلاقة إلى ما نريد أن نحققه من أعمال، من قيام وسجود و أعمال بشكل عام مع الله سبحانه وتعالى، لكي نكون قريبين من الله ومن إمام زماننا الحجة ابن الحسن. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأيده بالنصر يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وإن شاء الله تعالى نبدأ اليوم بتكملة ما بدأنا به في شهر رمضان الكريم، والتدبر القرآني وليس تفسيرا، نعم التدبر القرآني لسورة البقرة. وابتدأنا طبعا من الآية 44 أو 47 بالتحديد،
ووصلنا اليوم إلى الآية 50. بعد الآية 50 سوف أقرأ على حضراتكم هذه الآيات التي اليوم إن شاء الله سوف نتدبر فيها. فقط أريد من الإخوة والأخوات أن يفتحوا القرآن الكريم باعتبار هم بركة، باعتبار أن نحن ننظر إلى القرآن وأيضا نستمع ما يمكن أن يكون فيه فائدة، وإذا ما كان به فائدة وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي فيما إذا لم أستطع أن أوصل ما يكنه لقلبي من شيء من الممكن أنني أعتقد أنه وصل إلى المشاهد، أما إذا لم يصل فأنا أعتذر عن التقصير. سأقرأ عليكم الآيات 51 و52 و53. اليوم سوف نتدبر في هذه الآيات، إذا لقينا بها مجال أنه ندخل للآيات الأخرى أشوف إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إذن اليوم سوف نبدأ في الآيات 51 52 53 إلى 54. أنا أريد من الإخوة والأخوات إذا كانوا مهتمين بالبرنامج أنه دائما يفرغون نفسهم في هذه الأوقات على مود ما تفوتنا شيء، وإذا كان يعني الإخوة أو الأخوات عندهم استفسار أو عندهم شيء معين ممكن أنه بالاتصالات إحنا نكون وياهم. هنا رب العالمين يبدأ بالحديث عن أكبر جريمة وقعت عند بني إسرائيل. نعم أنا أسميها جريمة لأن بنو إسرائيل في هذا المقطع والذي تكرر في أكثر من مكان في آيات كريمة من سور أخرى إنما يتحدث عن عمل فظيع قام به بنو إسرائيل، وهذه الجريمة إنما أسميها مسألة الانحراف عن التوحيد. التوحيد أننا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عندما ينحرف الإنسان عن هذه الكلمة وعن المعتقد في هذه الكلمة أو بهذه الكلمة أو عن الواقع الذي يحيط بهذه الكلمة وينجرف إلى أماكن أخرى نحن نسميها جريمة كبرى. يمكن واحد يقول ليش جريمة كبرى؟ ماكو داعي نسميها هذا الاسم الكبير، ما لنا شغل هسه بني إسرائيل. لا، ماكو داعي نسميها جريمة كبرى. نسميها جريمة كبرى لأن الباري سبحانه وتعالى الخالق الذي أعطانا كل شيء
ابتداء من الأشياء التي نمتلكها في أجسامنا، ومرورا بالأشياء التي تحيط بنا، وانتهاءا بالعوالم التي لا نعرف عنها شيئا إلا من خلال العلم. ولهذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الانحراف عن هذا المعتقد، الانحراف عن هذا الإيمان، يعتبر جريمة كبرى. بنو إسرائيل، ليش أنا سميتها جريمة الانحراف عن التوحيد؟ لأنه قبل الموعد مال موسى عليه السلام، وهذا فيه ملاحظة وكلام إن شاء الله سآتي إليه، قبل الموعد مر بنو إسرائيل بعدة امتحانات وابتلاءات، ورأوا المعاجز الكثيرة والكبيرة من الله سبحانه وتعالى على يد نبيهم موسى عليه السلام. ومن المفترض ومن الإنصاف ومن العدل عندما أكون أنا شاهد عيان على أشياء رأيتها بأم عيني، من قضية العصا التي بدأت تلقف ما يأفكون من أفاعي وغيرها، من اليد البيضاء التي كانت يخرجها أو كان يخرجها موسى عليه السلام من جيبه فكانت بيضاء، يعني ماكو أي ملامح موجودة، من قضية انفلاق البحر إلى الأشياء الأخرى التي حصلت، المشكلة الأساسية من أنه هؤلاء رأوا كل هذه الأمور وبدأوا بهذه العملية بعد قضية الوعد الذي أراده الله سبحانه وتعالى لموسى أن يأتي إلى جبل الطور. هنا الآية ماذا تقول؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه الآية الأولى. أنا أوقف عند هذه الكلمة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، عند الشطر الأول. زين، إحنا عدنا على أنه الموعد بالأساس كان 30 ليلة. زين، هنا رب العالمين لماذا يقول 40 ليلة؟ يمكن رأسا يجي الجواب شنو؟ يجي الجواب على أنه يابا مزودها 10 فصارت 40. نعم أنا أدري، الفكرة ليست هنا، أنا أثرت هذه القضية لمسألة، أن موسى عليه السلام هو لم يكن يعلم على أن الموعد 40 ليلة. هنا الفكرة الأساسية، لأن موسى لو كان يعلم على أنها 40، خلوا بالكم يمي أرجوكم، لو أن موسى كان يعلم على أنها 40 لم يقل لبني إسرائيل على أنني ذاهب إلى جبل الطور لمدة 30 ليلة. إحنا راح يصير عندنا مشكلة، وحاشا للنبي أن يكذب، هذا كذب على بني إسرائيل، كذب لو مو كذب، كذبة. لو كان يعلم موسى عليه السلام على أن 40 هو العدد الذي يمكث فيه عند ذلك الجبل لكي يأخذ ألواح التوراة، لو كان يعلم 40 لماذا قال لهم 30؟ هذا دليل على أن موسى عليه السلام لم يكن يعلم بال40. هنا تحصيل حاصل لرب العالمين، قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني لا يصير خلط بالموضوع على أنه يابا هنا دا يقول 40 ليلة وغير مكان دا يقول 30 ليلة. زين موسى لما طلع ايش قال لهم؟ قال لهم 30. زين شلون يقول هنا رب العالمين 40؟ هنا تحصيل حاصل، هاي نقطة ما أعتقد أنه واحد ملتفت لها، وهاي كلها من التدبر، يعني أني أقرأ وأتدبر لماذا قال كذا ولماذا قال كذا، وهو حق طبيعي لي، هذا ليس تفسيرا هذا تدبرا. عموما إذا راجعنا الآيات الكريمة في سورة الأعراف، في سورة الأعراف ماذا نجد؟ يقول رب العالمين وواعدنا موسى 30 ليلة، وواعدنا موسى 30 ليلة، يعني أن الوعد الأساسي لموسى كان 30 ليلة. بعد ذلك يقول وأتممناها بعشرة. زين،
لما واحد يسأل يقول ليش يعني ليش 30 وبعدين تممها بعشر؟ شنو يعني حصل البداء لرب العالمين؟ أكو شيء تأخر عن الموضوع بحيث أنه موسى عليه السلام لازم يبقى مثلا عشرة أخرى؟ هل أن رقم 40 بيفد مدخلية المسألة معينة؟ طبعا رقم 40 والسبعين والثلاثة والسبعة هذني يعني بيهن يعني في علم الأعداد بيهن أسرار كبيرة. أنا ما أعرف الأسرار، أنا جاهل بالأسرار، بس حسب روايات أهل البيت هناك أعداد لها أسرار، 70، حتى أن موسى عليه السلام يعني للعلم يعني بس هاي الملاحظة أنه عندما اختار لملاقات يعني في قضية الطور وجلب الألواح أخذ ويا مجموعة. في البداية كان بنو إسرائيل أمة كبيرة باعتبار التي عبرت البحر، كانت أمة كبيرة، وبعد ذلك التحقت بها القبائل الأخرى التي هي القبائل اليهودية يعني، والتحقت بموسى عليه السلام. حسب الروايات الموجودة عندنا واللي أنا سامعها على أنه اختار من أمة بني إسرائيل، من أمة بني إسرائيل إسا على رواية 70,000 على رواية 7,000، كيفما كان أنا آتي إلى العدد 7,000. اختار 7,000 نفر من أجلة بني إسرائيل، واختار من 7,000 700، واختار من 700 70. شوف الأعداد إيش قد مهمة. ليش أقول لكم علم الأعداد أكو شيء بيها أسرار أنا ما أعرفه. اختار 70 رجل من صلحاء منه بني إسرائيل، من صلحائهم، وأخذهم وين؟ إلى الطور. أنا هسه ما دا أسولف قصة، أنا هسه مو يم القصة، أنا هسه أجيت على 40 ليلة. هذه 40 ليلة عندما تممها رب العالمين بعشرة، هذه العشر أيام كانت الفيصل بانحراف أمة بني إسرائيل، الفيصل في انحراف أمة بني إسرائيل بشكل تام. ليش؟ لأنهم استبطأوا موسى وهم يعلمون على أن النبي صادق. هنا اللي قلت لكم المفارقة على أنه وواعدنا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، هنا تحصيل حاصل وليس مثل الآية في سورة الأعراف 142 138 يمكن اللي قرأتها عموما، الذي يقول وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرة. هم يعلمون أن موسى صادق في وعده، قال 30 وبعد 30 ما أجا، توصلوا إلى نتيجة. طبعا هاي النتيجة ما جت من فراغ، هاي النتيجة إجت بفعل ناس مندسين في الواقع الإسرائيلي يعني في المجتمع الإسرائيلي اللي كان مع موسى، وجعلوا الناس يشعرون من أن غيبة موسى إنما هي موت، مات موسى. ليش مات موسى؟ لأن موسى صادق، موسى نبي الله والنبي لا يكذب. قال 30 سأرجع، لازم يرجع بال30. المجتمع الإسرائيلي في ذلك الوقت كان تحت ضغوط كبيرة جدا، ولكن في داخلهم أكو شيء كان جدا خطر، كلش خطر. كان هم شلون تعبر عنها القرآن، شلون يقول بالقرآن، يقول وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل يعني ترسخ عبادة العجل اللي أنا أتي عليه حسب هاي الآية، أنه ترسخ أو مترسخ في داخلهم، ترسخ في داخلهم، وبدأوا يعبدون العجل وأشربوا. المشكلة في أمة بني إسرائيل أنهم صدقوا أن موسى مات على أنهم أشربوا في قلوبهم شنو؟ عبادة الأصنام. مشكلة عندهم مع الأصنام، هذول الناس عندهم مشكلة مع الأصنام، يحبون الأصنام، يحبون عبادة الأصنام. نفس هاي الآية أنا أعتقد إذا نعم في الصفحة 167
الآية 138 هم سورة الأعراف، طبعا نفس الصفحة، الآية 138 الصفحة 167. أنا راح يعني مو أعطيكم دليل، هو دليل قرآني، بس أنه إشارة إلى أن هؤلاء عندما انحرفوا عن التوحيد وسميت أن هذه، يعني أنا سميت هذه أكبر جريمة لبني إسرائيل، لأنهم رأوا ما رأوا وبعد ذلك عكفوا على العجل فعبدوه. هنا أكثر من هاي، يعني أكثر من هذا الفاصل اللي من الممكن أن يكون لبني إسرائيل عندما يقول رب العالمين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. لما طلعوا شافوا ناس يعبدون أصنام، إيش قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني عجيب، يعني صراحة عجيبة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني ولا كأنما اللي وياهم نبي. ولهذا المشكلة الحقيقية اللي احنا يعني نواجهها من أن هؤلاء عندما عبدوا العجل إنما شنو؟ إنما أشرب الصنم أو عبادة الأصنام في داخلهم. أنا ليش دا أركز على هاي؟ يمكن واحد يقول لي أستاذ مغداد ليش، يعني ليش أنت دا تركز على هاي القضية؟ أنا أقول ليش أركز، لأنه هاي لما تجي الآيات اللي وراها اليوم إن شاء الله إذا الله سهل راح تعرفون على أنه يعني العقاب شلون إجا بأي طريقة وشنو نوعية العقاب. خلي أكمل. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طبعا وأنتم ظالمون، ظالمون لأنفسكم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني شنو؟ يعني أنهم وأنتم ظالمون ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وأكو آية موجودة بالقرآن تقول ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، ظلمتم أنفسكم لأنكم ابتعدتوا عن التوحيد، ابتعدتوا عن الباري سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذي أعطاكم ما أعطاكم والذي أنجاكم من آل فرعون وأعطاكم نعمة الحرية وأعطاكم النعم الأخرى وحباكم بموسى النبي. وكل هذن الأمور في لحظة من اللحظات موسى تأخر، ذهبتم إلى العجل وماذا؟ عبدتم العجل. زين، قضية العجل طبعا عبادة العجل، قصة العجل بشكل عام يعني كلها هي موجودة، وين يعني موجودة؟ أنا أعتقد بآيات، يعني أقول سور يعني طه أو القصص عموما، يعني موجودة في يعني السور الموجودة في القرآن الكريم. ولكن الشاهد هنا من أن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، على مود أنه يصير إلمام بالقضية بشكل بسيط جدا، أن موسى عليه السلام عندما ذهب إلى لقاء ربه ذهب 30 ليلة. العشرة شنو هي؟ أنا ما أنسى الموضوع. العشرة شنو هي؟ العشرة كانت اختبارا لبني إسرائيل، كان اختبار لبني إسرائيل. يعني شنو؟ يعني أن هذه العشرة التي أتمها رب العالمين موسى لم يعلم بها، وهذه العشرة كانت الفيصل في أن يكون الكثير من بني إسرائيل يرجعون إلى ماذا؟ إلى قلوبهم الوسخة، إلى قلوبهم المشبعة بقضية عبادة الأصنام. ولهذا هنا الفكرة الأساسية، الفكرة الأساسية التي من الممكن أن نستفيد منها، من أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يستعمل طريقة الامتحان، إذا لم يكن في كل الأمم هناك امتحان، وهذا أكيد الامتحان موجود في كل الأمم ولكن بطرق مختلفة. موسى عليه السلام أخذ 70 من فقهاء بني إسرائيل وياه، وبها أشياء جميلة ورائعة طبعا، بس أنا أريد ألحق على مود أنه لا تفوتني. أخذهم ورجع، طبعا أكو أحداث صارت هناك
ان شاء الله لما الايات اللي الايام الجايه اذا تكونون وياي ان شاء الله اني اتطرق لها. اكو احداث صارت هناك واكو ادله على الرجعه التي نحن نعتقد بها الشيعة الإمامية الاثني عشرية. هناك رجعة حصلت في زمن موسى عليه السلام للعلماء أو للناس الذين أخذهم من أجلاء بني إسرائيل. عموما هذا ليس الموضوع الآن. رجع موسى شاف أغلب بني إسرائيل هم يعبدون منه العجل. العجل شخص اسمه السامري، هذا جمع الذهب وجمع المجوهرات مال الفراعنة اللي موجودة عند بني إسرائيل، وصنع ثور أجلكم الله له خوار. له خوار يعني نوع من الأنبوب، كأنما يعني فتشي بهالطريقة هاي، بحيث أنه بمجرد ما أنه تجي، يعني هي عملية فيزيائية للعلم، يعني بمجرد ما تجي الريح، وكانوا الفراعنة طبعا متطورين بهالقضايا، والدليل أنه قضية التحنيط لحد الآن يعني ما كاشفين سرها، أنه شلون كانوا يحنطون الموتى مالتهم، ولحد الآن موجودين الفراعنة آلاف السنين. عموما كان يدخل الهواء من منطقة ويخرج من منطقة فيصدر له صوت، يعني هذا الثور الذي هو محلى يصدر أو يصدر صوت. فهؤلاء عكفوا على عبادة العجل. جاء موسى عليه السلام رأى ما رأى، بقي بعد أن ذهب موسى طبعا وضع هارون أخاه، وهارون مع بقية من بني إسرائيل قليلة ثلة قليلة جدا بقوا يحاربون هؤلاء، طبعا يحاربون بالكلمة بالموقف ليس بالسلاح. أرادوا أن ترجع الأمة أمة بني إسرائيل، ولكنهم عكفوا بشكل كبير جدا على عبادة العجل. هذا ربنا، هذا ربنا. موسى عليه السلام عندما وصل إلى هذه المرحلة جاء الأمر الإلهي، طبعا جاء الأمر الإلهي، أراد أن ينزل رب العالمين العذاب. الكثير من الأشياء حصلت، ومن ضمنها أن موسى دعا رب العالمين، دعا رب العالمين بعد الاستتابة. أكو شيء مهم جدا، مرة أنه يعفو رب العالمين عن أمة ولا تتوب فينذرها، ولا تتوب فينذرها ثالثة فتتوب فيرفع عنها العذاب. هنا أمة بني إسرائيل بعد أن جاء إليهم موسى وأحسوا بخطئهم الكبير رجعوا بالنتيجة، تابوا الأغلب الأعم منهم تابوا. هسه واحد يقول يا بهذول التوبة مالتهم كانت لمصلحة، خافة أو كذا. بالنتيجة القرآن يكشف لنا على أن هناك عملية عفو من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لهذه الأمة. ماذا يقول رب العالمين؟ ثم عفونا عنكم. أنا أكو هواي أشياء أريد أتوقف يمها، ولكن ما أريد يعني أنه يطول الكلام، وإلا بنفس هاي أكو أحداث موجودة. عموما ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، شنو ذلك؟ من بعد الحدث الكبير، من بعد ذلك إخواني الحدث الكبير أن انحراف عن التوحيد، هذا هو الحدث الكبير اللي لازم احنا نثبته، من أن الأمة التي تنحرف عن التوحيد هي أمة يعني بئسا لها. ولهذا عندما انتشر عندنا أو انتشرت عندنا ظاهرة الإلحاد، وجدنا أن الكثير من الناس قد ذهبت إلى مسألة الإلحاد بشكل كبير بدون الرجوع إلى القضايا التي هي أساسية في معرفة الخالق سبحانه وتعالى، ويا الموجة ملحد 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 ملحد، ومع الأسف استمرت حتى وصلت إلى جامعاتنا. عموما هذا ليس حديثنا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، من بعد الانحراف عن جادة الصواب والانحراف عن التوحيد الذي هو أساس وجودكم، لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون، أنا ما أقول كأنما رب العالمين يتأمل، لا أنا ما أقدر أحكي هاي الحكاية، لأنه هاي الحكاية يمكن تأخذ في مكان آخر ويقول لك شوف هذا يقول لي رب العالمين يتأمل منهم، لا رب العالمين لا يحتاجنا إطلاقا. ولكن لعلكم تشكرون
أني هنا أعتبر لعلكم، هنا أعتبر لعلكم كأنما دي يقول لنا رب العالمين من أنكم عسى ولعل، على قولتنا عسى ولعل أنه تشكرون، وأنا ما أحتاج شكركم، أنا أعفو وأنا القادر. العفو عند المقدرة، سيدي ومولاي أبو الحسن، العفو عند المقدرة. العفو وأنت مهزوم، لا هذا مو عفو، ولكن أنك مسيطر وتعفو القضية تختلف. رب العالمين مسيطر، فلمن يعفو يعفو بقوة، لعلكم تشكرون. خش، اجينا إلى المفصل الأهم. وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، واضح هاي، يعني موسى دا يتكلم وياهم، قال لهم على أنكم لمن أخذتوا العجل وعبدتوه هذا الشيء أثر عليكم، يعني المتضرر الوحيد أنا، ما متضرر ولا أخوي هارون ولا الناس المؤمنين ولا بالأصل لرب العالمين هو متضرر، فقط المتضرر أنكم ابتعدتم عن الله سبحانه وتعالى، ابتعدتم عن الإيمان، ابتعدتم عن التوحيد، دخلتم في خانة الشيطان وكل هذه الأمور، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم. أخواني خلوكم وياي شوية في دور روحكم، فتوبوا إلى بارئكم. هنا ليش قال رب العالمين بارئكم؟ ليش ما قال مثلا فتوبوا إلى الله فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم؟ يعني بارئكم هم جابها مرت اللخ، أكو تأكيد على هاي الكلمة. إخواني أخواتي خلوكم وياي يا إخواني، تأكيد على كلمة بارئ، اللي احنا نقول الباري بالشعب، نقول الباري. زين، ليش ما قال هاي العبارة فتوبوا إلى الله فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند الله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم؟ ليش يعني؟ هسه واحد يجي يقول سان مغداد هاي البلاغة القرآنية، واحد يجي يقول تنوع الألفاظ جميل ورائع، أوكي كلها صحيحة، ولكن أكو نكتة جدا مهمة هنا. طبعا هاي كلمة نكتة يستعملوها يعني رجال الفقه بشكل عام عندما يريدون أن يشيرون إلى نقطة مهمة فيقولون نكتة، هذا مصطلح، يعني مصطلح معروف بالحوزة العلمية، وأنا شوي أريد أبتعد عن يعني قضية الحوزة العلمية بشكل عام لأنه أريد يعني أخلق جو ليس جو دراسيا أو كذا، لا على قولتنا سوالف وتدبر وكذا. عموما هنا أكو شيء جدا مهم، كلمة بارئ، البارئ يعني الخالق، خلوها عندكم، البارئ يعني الخالق. زين، الخالق أني أبو آيات وأنتوا اللي تشوفوني، خلقنا من شنو؟ خلقنا من لا شيء، يعني خلقنا من العدم، خلقنا من لا شيء وسوانا ونكبر أو ما نكبر، نموت هسة باكر نروح للقبر نلحد وراها شنو؟ نرجع إلى العدم، مقول لك من التراب إلى التراب نرجع للعدم. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج لي وللمشاهدين الكرام إن شاء الله أن يكون ببركة السيد ومولا صاحب زمان سلام الله عليه، أن يكون يعني عمل أفتخر به أمام الله سبحانه وتعالى إذا كان واحد مستفيد من هذا الشيء، وأن يكون في قبري إن شاء الله يعني نور، لأنه فقط القرآن هو نور، ولكن أتمنى أنني أمام الله سبحانه وتعالى أن أقول إليه في يوم المحشر أني ربي قدمت ما علي، وللمشاهد والمستمع الذي يستمع إلي أو يشاهدني أيضا إن شاء الله الأجر والثواب، وهذا اللي احنا نفتخر به. عموما البارئ إذن هو الخالق، الخالق الذي من العدم إلى الوجود إلى العدم، هذا البارئ. رب العالمين هنا ليش استعمل هاي الكلمة؟ هنا أكو عقاب عجيب غريب فرضه
موسى بواسطة رب العالمين طبعا، يعني بأمر من رب العالمين، موسى فرض هذا العقاب، العقاب الرهيب الذي لا يمكن أن يفكر فيه أحد، وهو شو يقول؟ يقول ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. زين، لما انتابوا أكو قبلها آية قالت ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني بعد التوبة عفى عنكم، ولكن لازم تتطهرون. يعني شلون تطهر؟ تتطهرون على أنه رب العالمين من أجل أنه يخرج هذا الحب والعبودية للأصنام، يعني شربتم الأصنام بأرواحكم على مود يطلعها من عندكم، فممكن أنه أنتوا تنالون هنا الموت والعدم أحسن ما تجون يوم القيامة وأنتم مثقلين. طبعا فد عقاب عجيب غريب. يمكن واحد يقول ليش يعني بدون ما أصير ملحمة وأصير دم وأصير كذا، ممكن أنه يعني ممكن أن القضية يأخذ وعد من عندهم وانتهى الموضوع، بس بهالطريقة هاي لا. وجد رب العالمين من أنه موسى 30 يوم عافهم، 30 يوم عافهم، و40 يوم يعني أتمنى بعشر انتهى وضعهم كله، عافوا رب العالمين، عافوا الأول والتالي، نسوا الأحداث اللي صارت. وين إجوا؟ إجوا على العجل عبدوه، وعجل المشكلة مو هنا، المشكلة عجل شافوه هو السامري لما سوا، يعني سوا لهم إله. فإذا كان موسى 40 يوم غاب عنهم، أمة بني إسرائيل انقلبت. زين، إذا مات موسى شي يصير؟ واحد يمكن يقول يابا أنه لما يموت موسى هارون موجود. لا، القضية ليست في قضية هارون يأتي وبعد هارون من يأتي، لا، القضية أكبر من هاي، وهي من أن هؤلاء إذا لم يقع عليهم العقاب بهذه الصورة ستتوالد الأجيال فيما بينها. شايف واحد لما يجي على مكان ويقول له ها شنو وضعي، يقول له والله رحنا لهذا المكان يا معود، جماعة عادية نطبتشي، يا شلون نطبتشي يا بتفتيش لا يا معود، طب قولهم سلام عليكم، يطوب يجي ورا يطوب، اي والله اخو السالفة. هذا التجري احنا نسميه التجري على الله سبحانه وتعالى. زين، هنا فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، عند الذي خلقكم، ذلكم خير عند بارئكم، يعني عملية القتل اللي انتم تقومون بها وانتم تبتم الى الله، لازم تعرفون على انه القتل خير لكم، لأنه البارئ هو الذي خلقكم، يعني يعرف المصلحة من غير المصلحة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هنا بعد العملية، طبعا العملية راح تسألون أنه شلون صارت، يعني حسب اللي موجود من أن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام بين يعني في ليلة ظلماء جدا، احنا نسميها هندس خوش، يعني ما تشوف الأصبع، في ليلة ظلماء أمر هؤلاء الذين عكفوا على عبادة العجل. طبعا ها للعلم أكو قسم توبتهم ما كانت صحيحة ففروا في أماكن عدة، طبعا هي مشكلة أنه هو راحوا بالتيه ففروا من أماكن، أما الذين يريدون أن يتوبوا فعلا أمرهم أن يلبسوا أكفان، يعني يغتسلون ويلبسون أكفان ويشحذون السيوف يحدوها، فتصير عملية إعدام جماعي. يمكن هسه واحد يعني يستغرب الأمر يقول هاي مو يعني مو قضية رحمة الله، لا لا لا، القضية هنا ليست متعلقة برحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلقت فهي بحد ذاتها عملية القتل هي رحمة، تكفير عن الذنوب، تكفير عن الذنوب، جاء الأمر فاقتلوا أنفسكم. من هذا في ليلة ظلماء جمعهم أنه واحد يقتل الأخ، فتاب الله عليكم إنه هو التواب الرحيم، يعني بعد هذه العملية تاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نعم صارت أحداث وراح تجي الأحداث، يمكن واحد يقول عاد هاي العملية اللي صارت والقتل والكذا شنو الفائدة؟ لا، أكو فائدة، لأن الكثير من أمة بني إسرائيل استرجعت أنفسها نفسها، وبعد ذلك
بدأت جموع أخرى من أمة بني إسرائيل أيضا تحاول أن تجعل الأمر مع موسى إنما هو تمضية للوقت لا أكثر، لأنهم يشعرون على أن العجل، ويشعرون على أن الصنم، ويشعرون على أن باقي الأشياء غير الله هي التي من الممكن أن تشعرهم على وجودهم. ولهذا الآية الكريمة يعني لما انتليت على أسماعكم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المشكلة هنا أن عملية يعني مو مثلا أكو ليالي وأيام وأشهر بعد يعني بعد عملية البحر وانفلاق البحر والنجاة من آل فرعون وإجوا وشافوا أصنام. لا المشكلة ليست هنا، المشكلة القرآن صريح وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم، يعني أكو استمرارية للحدث، بمجرد ما طلعوا من البحر إجوا على قوم يعكفون أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني عملية اقتلوا أنفسكم عملية جدا جدا سليمة من الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لا يمكن أن يرجعوا إلى رشدهم إلا بقضية هذا العقاب. الله يحفظكم إن شاء الله، وأني ما أريد أدوخكم هواي، الحمد لله والشكر لله، إن شاء الله أنا وصلت الفكرة إلى إخواننا وأخواتنا، وإن شاء الله أنا أكون وياكم باستمرارية سواء في التدبر القرآني أو في يعني فقرات البرامج الأخرى. فقط أنه حبيت أنه أنوه احتمال، يعني احتمال أنه أفتح يعني على الانستغرام أفتح ساعة أو ساعة ونص، احتمال مو أكيد، أفتح مسألة تدبر قرآني إذا كان يعني التواصل يكون مع الإخوة والأخوات الذين هم يحبون هذا الأمر إن شاء الله. هي مجرد فكرة يعني ليست أكيدة، ولكن هو من باب أنني أحاول أن يعني أوصل فكرة إلى الآخرين حول مسألة التدبر القرآني. تحياتي إليكم وأنا معكم إن شاء الله، وبرنامجكم مرة ثانية وياكم. قبل كم يوم سألنا سؤال في فقرة ماذا لو، وكان السؤال ماذا لو التقيت بالإمام الحجة عليه السلام وسمح لك بتوجيه سؤال إليه، ترى ما هو السؤال الذي تحب أن تسأله وتسمع فيه جواب الإمام؟ واقعا أحد يعني دزت هاي الرسالة إلي على الموبايل اللي حول هذا السؤال، كتب هاي الأبيات اللي تقول شرد سئلك، شرد سئلك وكل سؤال البي يفتح لك جرح، شرد قل لك انت راضي لو قل لك انت وين، لو أقول لك حالي هذا وأبدي أشكي من صدماتك على مر السنين، شرد سئلك آني واني بنفس أفكر وما أفكر أنت زين، هم تنام الليل لو نامت الناس، هم تنام الليل لو نامت الناس، لو تظل سهران ما شفت الناس، شرد سئلك وحدك وما يمك أحد بالأساس، آخ يا روحي جريء وسألتك أنا أدري، أنا أدري أنت تبكي دموع دم، وأنا أدري ليلك تخلص بألم، وأنا نايم بين ناسي ومبتسم، وأنت يا وصف غريب بكل بلد، وانت يا وصف غريب بكل بلد، وهسه سئلك سيدي شلونك بخير، زين انت لو بذنبي مساهر وبي تحير، يا مجيري رغم ذنبي انا الحقير، زحمة سئلك
زحمة سألك وأنا أدري شلونك، شرد سألك وكل سؤال البية يفتح لك جرح، وكل سؤال البية يفتح لك جرح. أتيت اليوم يا ربي وقد أثقلني ذنبي، وهذا القلب محجوب بما يقسو على القلب. أتيت اليوم يا ربي وقد أثقلني ذنبي، وهذا القلب محجوب بما يقسو على القلب. أحب أسمع وصاياك وأحس بروحي وياك يا ربي، وكل شعوري ظل أبد ما ينسى ذكراك. أحب أسمع وصاياك وأحس بروحي وياك يا ربي، وكل شعوري ظل أبد ما ينسى ذكراك. وحيدا حين ألقاك ودمع العين لباك، وحيدا حين ألقاك ودمع العين لباك، وبالآلام والآمال والأحلام جئناك، والأحلام جئناك. إلهي قد أتيناك وما يوما نسيناك، إلهي قد أتيناك وما يوما نسيناك، وبالآلام والآمال والأحلام جئناك، والأحلام جئناك. إلى من يلجأ العبد إذا ما مسه البعد؟ وهل يقوى على صد حبيب جرحه الصد؟ إلى من يلجأ العبد إذا ما مسه البعد؟ وهل يقوى على صد حبيب جرحه الصد؟ يا راحم دمعي لو سال يا ربي تدري بالحال، أنا اللي روحي لو تضمى تظل ترويها لامال. يا راحم اللهم صل على محمد وآل محمد، ومرة ثانية وياكم الله يوفق الجميع إن شاء الله لخدمة إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه، وإمام زماننا إن شاء الله في خدمته دوما. ماذا لو؟ في بعض الأحيان نقع في مواقف، وهذه المواقف تكون إما أن تتخذ موقف سلبي أو موقف إيجابي. الموقف السلبي قد يكلفك، والموقف الإيجابي قد يكلفك أيضا. إذا شعرنا أن الموقف السلبي قد يكلفني الكثير
سأبتعد عنه بالتأكيد. بالتأكيد يعني مو موافق على هاي القضية، لا، هاي النفس الإنسانية. إذا الموقف الإيجابي أيضا احتاج مني أن أقف بجانبه، أيضا راح أجي إلى الموقف الإيجابي. اثنينات بهن ضريبة، والمراقب رب العالمين. اثنينات بهن ضريبة والمراقب رب العالمين. أنا راح أطرح السؤال إن شاء الله، وفقط أريد من إخواني وأخواتي أن يكون محور الكلام حول السؤال. أنا يوميا أكرر وأقول الزيارة موجودة إن شاء الله، بعد البرنامج سأزور نيابة عنكم، ولكن أريد من المشارك بالاتصال أن نكون في هذا الوقت في صفحة مفتوحة أمام إمام زماننا، صفحة مفتوحة، نقدر أو ما نقدر. عموما راح يطلع هسه السؤال على الشاشة، وإن شاء الله أني بخدمتكم. ماذا لو سألك الإمام عليه السلام، يعني الإمام الحج عليه السلام، لماذا شاركت أصحابك في استغابة صديقك الغائب بالسكوت على ما يتحدثون وما ينالون منه؟ لماذا شاركت أصحابك، هذا سؤال الإمام، لماذا شاركت أصحابك في استغابة صديقك الغائب بالسكوت على ما يتحدثون وما ينالون منه؟ ما هو جوابك للإمام عليه السلام؟ طبعا الفكرة أن هناك صديق، وهناك أناس عاديين أيضا، وهناك أناس سمعنا بهم، هؤلاء تقوم عليهم مسألة الاستغابة وأمامنا. شنو موقفنا؟ أنا وياكم طبعا، يعني أنا مو بعيد عن قضية، لا، يعني مو منزه عن قضية، لا، هذا سؤالي اليوم. شنو موقفنا إحنا لو أنه حصل هذا السؤال الافتراضي من الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم الظهور، وأنت وقفت أمام إمام زمانك وسألك لماذا أبو آيات سكتت لما جابوا طاري فلان، سواء صديقك أو أنت تعرفه، ليش سكتت، ليش ما دافعت؟ تبدي الحجج من أبو آيات، ليش ما دافعت عنه لما شفتهم دينالون من عدة وديحشون عليه، ليش ما أنت سويت فد موقف معين؟ على الأقل، على الأقل من الممكن أنه تتخذ أي قرار. أنا واضع الجواب إلى كل الإخوة والأخوات الذين هم معي بالاتصالات الكريمة إن شاء الله، وأنا هم يعني أكثر من مرة يعني أكد على القضية، فليكن محور كلامنا حول السؤال الذي نطرحه في فقرة ماذا لو. إن شاء الله أنا أنتظر الإخوة والأخوات الذين هم يعني يحبون أن يناقشوا هذا الحديث بالتحديد، أو هذا الكلام ليس حديثا ولكن إنما هو فرضية نفترضها فيما إذا جاء يوم الظهور ووجدنا أنفسنا أمام شيء كبير. نعم، إذن أخذ محمد من كربلاء. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا محمد. رمضان كريم عليكم. شهر الخير عليكم حبيبي، حياك الله. رمضان كريم عليكم استاذ مقدار، وشكرا على هذا البرنامج الجميل. شكرا يا حبيبي، تفضل يا محمد. الله يخليك. طبعا الاسئله اللي قاعد تطرحوها طبعا اسئله تضعنا على المحك مع صاحب الزمان. سلام الله. يعني لما نسمع هاي الاسئله، اذا احنا بيناتنا قاعد يدور حديث بيناتنا وشي، يعني واقفين عند القضيه وخايفين من الجواب، وإلا لو كنا متأكدين من أفعالنا كان جاوبنا بصدق. بارك الله بك، هاي إشارة حلوة محمد، يعني هاي إشارة. بلي بلي. إشارة حلوة. بلي. نعم. الأسئلة صعبة جدا، ولكن أنا برأيي يعني أقول فد رأيي عن نفسي، إحنا ما متلمسين وجود الإمام. نعم. برأينا وما متلمسين وجود الإمام، وكأننا نتكلم عن أسطورة معينة. نعم. أو عن بطل قادم يعني في المستقبل القريب.
ما كان نستشعر انه امام زماننا انه احنا لازم ننصره. واحنا طبعا انصار الامام حسين يبقون سله يعني ما تكرر بالتاريخ. ولكن اذا نعيد النظر قليلا فان صاحب الزمان هو امامنا، هو اللي يحقق هدف يعني جميع الانبياء وجميع الائمه حتى صحيح. الرسول صحيح بارك الله الهدف صحيح. اللي راد يحققه الرسول والائمه كلهم راح كله يتمحور حول امام زماننا. لذلك انا اقول عندما مثلا نجلس مع اصدقائنا او نصير يعني بالنتيجه قاعده لما يستغاب صديقنا ما عندنا الشجاعه اللازمه انه نقوم من المكان على مود لا يعتمون علينا او لا يقولون مثلا فلان يعني جبان او يابا مثلا يعني ما عنده اخلاق. نعم من القعده. نعم بل الشجاعه لازمه ما عندنا. لذلك هاي الاسئله اللي قاعد تطرحوها جزاكم الله خير. يعني موقف يعني محمد اريد اناقشك بكلامك يعني بل. يعني من الممكن انه احنا نسوي فد موقف لما نسمع واحد دا يحكي على واحد على الأقل على الأقل أضعف الإيمان، شنو اللي نقدر نسوي أضعف الإيمان؟ أضعف الإيمان إنه إحنا نضوج يعني بقلبنا إنه ما نقدر نتكلم، بس شنو نكون ما قابلين على هذا الشيء داخل يعني داخلنا. زين ياهو الأفضل محمد، ياهو الأفضل إنه إحنا نقوم من المكان ويقولون يقولون إنه أنتم بدون أخلاق لو نظل بالمكان. الافضل انه نقوم من المكان حتى ولو قالوا احنا بدون اخلاق، ولكن امام زماننا يدري انه هاي اخلاق الاسلام انه قمنا من مكان عفيه الذي تذكر به الغيبه. صحيح ابو جاسم صحيح الكلام على الاخرين. طبعا هذا اكل لحم يعني لحم الاخ الميت. نعم وانا اكرر انه احنا ما متلمسين وجود الامام بعد كذا. محمد النقطه اللي اشرت لها محمد النقطه اللي اشرت لها يعني أنا يعني صراحة يعني استوقفتني من أنه يعني إحنا نستشعر الإمام كأسطورة كقائد جاي من مكان بعيد، خلينا نقول قائد قديم أو قائد مستقبلي. يعني مدى يعني من كلامك فهمت على أنه إحنا مدى نتلمس وجود الإمام بيناتنا. بلي بالضبط. آه. لو كنا نتلمس الإمام نتلمس وجود الإمام كان يعني فكرنا بأفعالنا كل ما نريد نتصرف يعني نفكر بما يرضي الله وما يرضي الإمام باعتبار إحنا خلقنا يعني أصل خلقتنا للعبادة. أما يعني بالنتيجة الرسول قال على العمل وكثير من أمور حياتنا ولو نعملها كلها بنية إرضاء الله راح كل حياتنا تصير مباركة. بارك الله بك. ولما تطرح شيء لما تطرح شيء أسئلة ما راح نكون خايفين، راح نكون يعني متمسكين برأينا وندري إنه إحنا يعني بارك الله بك يا محمد. بارك الله بك، شكرا جزيلا محمد. شكرا محمد تحياتي لك. اخذ حيدر من البصره. اخوي حيدر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ابو كرار اخوي حياك الله. استاذ راس يا حبيبي تفضل الله اعمالك رمضان كريم مباركين ان شاء الله. ان شاء الله الجميع يا رب. صيام مقبول يا حبيبي. حبيب قلبي تحياتي لك حيدر. من التلاميذ الذين كانوا تلاميذ في هذه المدرسة، مدرسة الأستاذ مقدار الخفاجي. لا العفو. لكن لسوء ذنوبهم ولسوء خطاياهم رب العالمين أبعدهم، وإن شاء الله العودة قريبة من حيدر السعدي يا أستاذ حبيبي. أهلا السلام عليكم حبيبي من حيدر يا وريد. الله يحفظك إن شاء الله. تحياتي لك. الله يوفقكم ويسدد خطاكم وحوائجكم إن شاء الله. الله يحفظك يا حبيبي. شكرا لك. شكرا الله يديمك. إن شاء الله في منتهى اللطف حقيقة هذه الافتراضية. نعم. حينما نلتفت إلى أنفسنا نراجع أنفسنا حقيقة نستشعر الرقابة المهدوية في أوقات الحاجة للمولى صاحب الزمان. نستغيث بالمولى صاحب الزمان في أوقات الحاجة، أما في وقت المعصية للأسف الشديد هذا الذهن يعني صراحة يبتعد عن الرقابة المهدوية واقعا. فلو الإنسان بحد ذاته يعني في أوقات شدته وفي أوقات رخاءه يستشعر الرقابة المهدوية حقيقة ما يصير بهيج موقف محرج أمام المولى صاحب الزمان. نقطة مهمة جدا حيدر. نعم. نقطة مهمة. يفترض أنه الإنسان يكون في كل أوقاته هو بحاجة إلى المولى صاحب الزمان، بحاجة إلى استشعار وجوده، بحاجة إلى ندبته، مو فقط في أوقات أنه بعض الأحيان واحد وأنك يا أبو صالح وأنك كذا محتاجينك. إحنا من توصل القضية إلى معصية أصلا ينسى وجود المولى صاحب صحيح. الزمان، ينسى صحيح. أنه أعماله في
الروايات الوردة يقولون في كل اثنين وخميس تعرض الأعمال على المولى صاحب الزمان. الله سلام حقيقة يعني زحمة من هذه الصحائف الأعمال ترفع على المولى وهي مسودة بأخطائنا بذنوبنا بمعاصينا. حقيقة هذا الأمر يبكي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين له إن شاء الله بأعمالنا وسلوكياتنا يا حبيبي. إن شاء الله. وأنا أشكرك على هذا الاتصال ونورتني يا حيدر حبيب من حيدر. يا أبا يا تحياتي لك. ورد. وأنت قريب من سيد الشهداء، أذكرنا بالدعاء. أكيد حيدر. الإخوة الذين يسألون الدعاء والأخوات كذلك. الله يتفضلكم يا حبيبي. إن شاء الله. ممتنين حبيبي. ممنون ممنون حبيبي من حيدر يا ورد. تسلم لي. تسلم. إن شاء الله. أكيد لا حبيبي لا ممنون إليك. قراءة جميلة واقعية. يعني احنا مشكلتنا هنا في عدم الاستحضار الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى في الندبة إليه. عموما تحياتي لك ملا حيدر وكل أهالي البصرة على الرأس إن شاء الله، وأنا نيابة عن أهل البصرة كلهم وكل الناس طيب إن شاء الله بخدمتكم. خلي أخذ إلهام. نعم سلام عليكم يا إلهام من البصرة، شلونك عمو؟ الله يسلمك عمو، تشلونك؟ الحمد لله الله يحفظك حياك الله. الله يسلمك، شكرا على هذا الصوت الجميل على من قريت القرآن. شكرا على الله صوتك. الله يخليك. لا العفو عمو العفو، الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك ويطول عمرك ان شاء الله. يعطيك الصحة والعافية يا رب. الله يسلمك عمو، عندي اريدك تندع لوالدتي المريضة تعباني ان شاء الله. ان شاء الله شدل اسمها بن امام الحسين ان شاء الله خادم انت طيب. وعندي بشار اريد ابشرك ان شاء الله يا رب يا رب. عندي اختي 9 سنوات 8 سنين ونص ما صار اتجاهل، وهسه يلا صار اتوليد الحمد لله والشكر. هذا في شيء فرحنا. اي والله والكرم. شكرا لكم ودعواتكم ان شاء الله. هم اصحاب الكرم، هم نشكر احنا كلنا. نشكر اصحاب الكرم. اشتركت ببرنامج مع الحسين على قناة الإمام الحسين والحمد لله شكر. الحمد لله. سجلوا لي أسماع الراية وجابوا لي نظاري حتراب. الحمد لله. وطيت الأختي والحمد لله شكر، خلال 4 أشهر طلعت حامل. اللهم صل على محمد. أي أيوة والله الحمد لله شكر. اللهم صل على محمد. نعمة من الله سبحانه وتعالى طبعا. أي أيوة والله شكرا لك. وريدك سجل اسمه، هو الطفل سيد حسين اسمي. سيد حسين إن شاء الله خادم. سجل اسمه وندع الوالد يعني ما كلش مريضة. ان شاء الله صحة والعافية لوالدتي. أيوة. وسلامي صلي لها ركعتين. خاد انا بعد ان شاء الله خادم الامام الحسين ان شاء الله بعد البرنامج انا اذهب الى الزيارة ان شاء الله. شكرا الهام. شكرا عمو. شكرا الهام. اخذ اخوي العزيز حج حارس. السلام عليكم. نعم شلونك يا طيب؟ الله يبارك فيك حبيبي. شهر الخير عليك يا نور عيني يا حبيبي حج حارس. موفقين ان شاء الله، واعمال مقبوله وصيام مقبول ان شاء الله. ان شاء الله الجميع يا حبيبي ان شاء الله. تحياتي لك استاذنا العزيز. الله يحفظك ابو ايات. تفضل يا عيني استاذنا العزيز ابو ايات. خادمك هذا السؤال خادم الحسين. هذا السؤال المفروض احنا نستشعر به بانه الامام هو منزل الهي. نعم. فهذا الإمام المفروض إحنا نستشعر به موجود وليس أسطورة. نعم. نتخيل أسطورة ممكن تجي ممكن يعني تكون رواية قديمة. نعم. لا هذا الإمام متواجد بيناتنا، هذا الإمام دليل قرآننا، يعني إحنا المفروض نستشعر به في أي لحظة موجود هو فيه. هذا صحيح. حتى نلتزم به نلتزم بأعمالنا. نعم. لأنه نحس إنه أكو يعني ويانا مساير ويانا بجانبنا دليل حتى لا ننسى في كل حركة. طيب. في كل سجدة في كل دعاء في كل... نعم. يريد يصير حديث قدامك فمو يعني في مو كل في كل الظروف يعني الإنسان ممكن يقدر يغير المنكر. نعم صحيح. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صحيح. أغلبية الظروف ما مرات ما تسمح للإنسان إنه أكو حديث ممكن يقدر يشارك به. نعم. فالأفضلية إنه يترك المكان أو يترك الحديث ويغادر الحديث اللي دار في سبيل حتى لا يدخل. نقدر نقول حج حارس نقدر نقول بهاي اللحظة اللي احنا دا نستمع مثلا الاستغابه. انا من الناس المشمولين بهذه القضيه. لما نستمع لهذه الاستغابه
ممكن أنه إحنا نفترض نتخيل الإمام أحد الجالسين اللي موجودين. نعم. وده ينظر لي وده ينظر لك يقول لي أبوات وين موقفك حج حارس وين موقفك هتشي. نعم هذا أكثر الموقف. أي الموقف هذا واضح في قلبك إذا أنت ما استطعت تغير. هنا يعني هنا النقطة الأساسية. بارك الله بك. هنا النقطة الأساسية. أكو بعض الأحيان الحديث ما يجدي نفع، ممكن يوصلك إلى مراحل غير أمور ممكن بحديثك. صحيح. ممكن الناس تستقبل إنه توجهه وتقول له فلان شو فلان شو فلان شي، بس أنت ضميرك شنو كان في ذاك الحديث راح يثبت عليك. صحيح. انت ضميرك موقفك شنو؟ الامام يعرفك انت، يعني يدري لانه الايمان موجود في قلبك، راح يعرف انه شنو هو انت موقفك. ان استطعت تقدر تغير في حديث الاصدقاء اللي موجودين فانت المفروض تنطق. اذا ما قدرت تغير كلامك انت تعرف الموقف تقدر. صحيح يعني صحيح. امامي بس يجب ان نستشعر بانه الامام متواجد، ما نفكر بيه كأسطورة أو نفكر بيه لا، متواجد بيننا وهو مراقب لنا ويدري بأعمالنا وهو اللي يوجهنا. المفروض هذا تكون فكرة صحيحة عندنا. بارك الله بيك يا حاج حارس. بارك الله. لأنه من حب الإمام هو الشعور بالإمام متواجد. أكيد أكيد، هو هذا الصحيح، هذا اللي لازم إحنا نستشعره دائما. نعم تفضل. أبو آيات منونين لك على هاي الأسئلة اللي حقيقة يعني إحنا عمرنا إحنا تعدد الخمسينات. يعني كنا نفتقد إلى هيك برامج، يعني هذا برنامج ممكن يوصل الناس إلى يعني يعيد ذاكرته ويعيد أخطائه. يجوز إحنا واحد ارتبط ويا الأخ، لأن أنا هم 52 عمري. بلي أي، فكانت قريبة جدا إحنا الخمسينات جماعة الخمسين. بلي بس برنامج حقيقة يعني برنامج يعني يأكد إنه للناس، لأنه هاي ترى كل شيء انت تتصرف بمراقبه وبتسجيل وبكذا، يعني مو انت تعمل وما تدري اكو انسان مراقب عليك. يا رب ان شاء الله نكون في رضا سيدي ومولا صاحب الزمان انت واني وكل الناس. الله الاستجابه. نسال الله الاستجابه. لك يا طيب فدوى اروح لك حبيبي حج حارس، نورتني ودائما من بابل حج حارس الورد، تحياتي لك. نعم من وياي يا استاذ سجاد؟ أبو علي. قبل أن أخذ أبو علي، أنا أشكر الإخوة الكادر المتواجدين في الكنترول، شكرا لهم ياسر أبو الصوت وأيضا أستاذ سجاد المخرج ومصطفى وسيد محمد ومصطفى الآخر وعلي الأسدي، كل الإخوة الأعزاء تحياتي لهم، وأخي العزيز عليهم أيضا الثاني. وموفقين إن شاء الله، إحنا كلنا نريد نقدم شيء إلى إمام زمان، إن شاء الله نوفق. نعم أخذ أبو علي من الدجيل. صحيح، من أهالي بلد. نعم نعم. أهلا نعم. أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام يا طيب، أهلا وسهلا. شلونك يا أخي العزيز أبو عيات العزيز؟ أنا ما دمت مع الحسين بخير إن شاء الله. دائما مع الحسين بحق محمد وعلي محمد. الله يخليك يا نور عيني يا حبيبي. أولا تحية إلى سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام والشهداء. صلوات الله السلام. نعم وياك أنا أبو علي حبيب قلبي. حبيبي السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ عليكم السلام، الحمد لله نعمة من الله سبحانه وتعالى. أولا تحية إلى سيدي مولاي أبو عبد الله الحسين والشهداء الذين مدفونين بهذه البقعة المباركة الشريفة. نعم. وتحية لك والكادر. شكرا. القناة المباركة. شكرا يا حبيبي. وشكرا جزيلا على هذا البرنامج الجميل، الغلسلة الرائعة. الله يخليك دائما على المحك، يعني ما بيها مجال لا مجامله ولا شو اسمه. الحمد لله والشكر لله، احنا لانه دا نمر بكي امور يا ابو علي، يعني هي هاي المشكله. نعم. مالتنا. نعم نعم. ونمر بكي احنا بروف. للاسف. نعم. للاسف يعني للاسف. نعم. احنا دا نعيش تقريبا يعني ما اقول لك يعني 100%، احنا بعصر الظهور ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. واحنا مثل بتأمل. الطالب اللي يدخل بالامتحان إذا كان محضر فهو ينجح. صحيح. نسبة النجاح على درجة تحضيره للدرس. صحيح صحيح. فالإمام سلام الله عليه من يريد يظهر يشوف أنت شنو اللي قدمته للإمام. للأسف أنا نوبات السائل يعني. نعم. بيني وبين أصدقائي. نعم. أقول يا ترى إحنا بلد 20-25 مليون يروحون يزورون الإمام الحسين سلام الله عليه مشي على خدا. سلام الله. لا
لكن من ترجع وتقارن الواقع ما الواقع العراقي للأسف ماكو شيء مقارنة. يعني كفر هذا 25 مليون مشاير حج الإمام الحسين وهذا واقعنا كله نفاق ودجل وفساد وكفر و... اي نتأسف ما أدري نتأسف يعني ما أدري. احنا فنرجع ليش... مع سؤالك سيدي أستاذي العزيز. بلي تفضل حبيبي تفضل أبو علي تفضل أسمعك أنا أبو علي. سؤالك الغيبة نعم إذا أنت تردها أنت لازم ترد الغيبة إذا أنت حاضر وكتاب أي شخص معين. نعم إذا كنت ترد فأنت أوكي ما ترد أنت إنه بتأثم أكثر من اللي الشخص اللي كتاب الشخص اللي كان صديقك أو قريبك باعتبار سكت أو أي شخص باعتبار سكت المفروض تعرفه ما تعرفه. إذا صارت غيبة قدامك المفروض تقول له لا أنت هذا الشخص. والغيبة اللي أعرفها أنا يعني بلي. حتى إذا تيجي تقول له إنه فلان خوش آدمي هذه كلمة مدح. بلي بلي هذه كلمة مدح يعني ما بيها شيء. تقول له مثلا مع احتراماتي لأخوي العزيز أبو آيات الله يحفظك أخوي حبيبي قاعدين إحنا نقول له أبو آيات شمعة نعم نور الشاشة يجوز يجي واحد من القاعدين إنه كوف الشغلة بينه وبين أبو آيات يقول يا معاد روح شنو هذا أبو آيات الشكل كذا 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 طبعا يحكي. نقطة حساسة كلش أبو علي هاي نقطة كلش حساسة أبو علي حرمات يعني انقطع الاتصال أبو علي أبو علي من هالبلد حبيب قلبي. النقطة اللي ذكرتها النقطة اللي يعني ذكرتها كلش حساسة أبو علي وإن شاء الله إذا هاي إذا كنا من أهل باشر يعني لأنه الـ 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 يعني القضية اللي ذكرتها كانت شوية مهمة لأنه الآخر عندما أتى وسمع هذا الشيء صارت قضية الغيبة. عموما احنا نستحضر سيد مولاه سلام الله عليه في هذا المكان. نعم اخذ اخر اتصال منه وياي اخوي العزيز. يا الله خادم الامام الحسين الطيب الغالي شيخ جواد الابراهيمي حبيب قلبي شيخ جواد السلام عليكم تحياتي عليكم السلام خادم الامام الحسين حبيب قلبي خادم الحسين الله يحفظك صديقي العزيز شهر رمضان مبارك مهدوي مبارك على الشيعة جميعا يا رب وعليكم شهر خير عليك حبيبي حبيب قلبي كل عام أنتم من أنصار الحسين كل عام أنتم من أنصار الحجة المهدي لظهوره إن شاء الله يا رب ونسمع منك وتنورنا شيخ العزيز مشتاق لكم شلونك حبيبي الله يحفظك يا نور عيني يا حبيبي شيخ الله يحفظك أنا الله. شفت يعني السؤال و وذكرت روايتين حبيت أخذكم يعني غايل نعم منك حبيبي الليلة المباركة الله يوفق شيخنا الرواية الأولى باعتبار قناة مولانا الحسين صلوات الله عليه هذا قول سيد الشهداء رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال خطب الحسين بن علي صلوات الله عليهما في أصحابه ليلة عاشوراء فكان مما قال لهم أيها الناس إن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقام له رجل وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا أبا عبد الله ما معرفة الله فقال الإمام سيد الشهداء الحسين صلوات الله عليه معرفة الله معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته حقيقة هذا الحديث دراسة بآيات نعم هذا لازم يعني الشيعة يعرفون كما في الزيارات الشريفة من عرفكم فقد عرف الله وإلى آخره السؤال اللي أنتم طرحتوه سؤال رائع ذكرت مقطع من رسالة إمام من الحجة عليه السلام إلى الشيخ المفيد بارك الله فيك في قضية الذنوب وفي قضية الغيبة منها نعم نقول صلوات الله عليه صلوات الله عليه ولو أن أشياعنا لم يختلفوا من الذنوب لما تأخر عليهم اليمن بالقيامة صحيح يعني هاي الغيبة وغير الغيبة راح حتى تحرم الإنسان مو بس ضريبة الآخرة وإنما تحرم ضريبة الدنيا وهي عدم لقاء الإمام عدم رؤية الإمام صلوات الله عليه هذا فضلا عن القرآن الكريم الذي يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
عموما اللهم يوفقكم ويجعلكم من انصار الحجه، وكل شهر رمضان انتم مهدويون وكل عام وانتم من اقرب الى صاحب العزيز الجمال. شيخ جواد نورتنا قلبي عزيز وغالي، والله يوفقك ويحفظك انت دائما موفق، وان شاء الله اشوفك متالق اكثر في دول قلبك حبيبي شيخي، الله يحفظك ان شاء الله مولاي. سلام جزاك الله الخير بهذا الكلام الجميل الرائع والمسند بروايات اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. نختم يعني طبعا هذه الفقرة ونذهب إلى الفقرة الأخيرة. شكرا إلى كل المتصلين وإن شاء الله يا رب التوفيق للجميع. أذهب إلى فاصل قصير وأرجع لكم، وإذا كان مباشرة فاصل البطاقة إن شاء الله أنا بخدمة. نعم إذن أنا مع بطاقات الأمل وننهي البرنامج. البطاقة الأولى: شجرة واحدة تصنع مليون عود كبريت، ويمكن لعود كبريت واحد أن يحرق مليون شجرة. لذلك لا تدع أمرا سلبيا واحدا يؤثر على ملايين الإيجابيات في حياتك. البطاقة الثانية إن شاء الله. البطاقة الثانية تقول: إذا عزمت لفعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور، وإذا عصاك الدهر يوما فاسأل المولى لتسهيل الأمور، ولا تجزع لضيق الرزق أبدا، فهو الذي رزق العصفور من بين النسور، واعلم بأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور، فثق بالله فإنه هو الغفور. إلى البطاقة الثالثة إن شاء الله. البطاقة الثالثة تقول: عندما ترى الشمس قد أشرقت عليك يوما جديدا، فاسجد لله شكرا، واجمع ما شئت من الحسنات، وتطلع إلى ولي التوفيق فهو الذي يرعاك. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله، يا أيها المولى الولي، ومن به الشرف العلي، ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق، كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق. إلى الغد إن شاء الله وبرنامجكم حتى مطلع الفجر.